مسؤول على شي اي حاجه بالفيلم الاوردرات راه ما كيحبسوش النهار كامل كيبقاو كيتبرينتاو كل واحد في هادو راه اوردر كل واحد اوردر دابا انت الصات مورا ما كتصيفط سلعتك كتكون مستوكيه انا صراحه باش نكون معكم صريح ماشي شباب جيسون في الفيلم انت ماناجر ولا حاط البروسيس وات ار دوين نو وي دوين دا تجيب سلعتك من الشينوا ولا حنا كنجيبوها لك الثمن بصلا باش غادي نجيبوه مستحيل تجيب نفس الثمن كنهزوها من الشينوا كنجيب انت ما تحتاج لا برودوي لا تصيفات لا حتى شي حاجه كيوصلهم البرودوي كتاخذ فلوسك ها الفرقه فين كاين هادو الفلوس اللي دخلتيهم وباقي ما خديتيهمش وهادو الفلوس اللي خديتيهم وكل شوج سيمانات كيوصلك فلوسك صافي بكل بساطه صافي وعندك الا بغيتي تقول لك التيوانا نهزو ديك السلعه نتيوها للوير هاوس ديالنا نستوكيوها وقت ما جاك شي اوردر نهزوها نديروها في الكارطونه نطبعوا سميات العامل ديالك نلصقوها ونصيفطوها ليه ونوصلوها ليه وناخذوا منه الكاج ونجمعوه ونصيفطوه لك فابر فابر اكون فابر هاد لي زيكولا دوك كيخرجوا دفعه كل شهر الله يجعل البركه كيقراو حنا غادي نبداو ب 40 الناس لان خاصنا نطوروا البروغرام ديالنا غادي نبداو ب 40 ما يمكنش تقول لي كميه غادي نبداو ب 40 40 في كل ايكول كيجيو كيقراو لخر الشهر كيمشيو يخدموا فابور كتجي كتقرا في البديه ديال كل شهر النهايه ديال كل شهر كتكون فاهم كيفاش تجيب لي فيزيتور كدا يو جايز صباح الخير وخا الستوري هادي معطله حتى ضربنا تقريبا نص النهار وخا 11 شتو دابا راه نص النهار دابا حنا في الوير هاوس ديالنا هذا وير هاوس ديالنا الاولى يعني ابخي نمشيو للثاني ابخي نمشيو للثالث وان شاء الله ابخي الرابع هادو غير في الرياض بوحدو الشباب اليوم غادي ناخذكم في البروسيس ان شاء الله دي سي جيسون جيسون من الفلبين هو الفيلمنت ماناجر واللي مسؤول على شي اي حاجه بالفيلم الاوردرات راه ما كيحبسوش النهار كامل كيبقاو كيتبرينتاو كل واحد في هادو راه اوردر كل واحد اوردر دابا انت الصات مورا ما كتصيفط سلعتك كتكون مستوكيه انا صراحه باش نكون معكم صريح ماشي في هذا الوير هاوس هذا فواحد اخر هذا في الوير هاوس الثالث على حقاش الوير هاوس الاول هذا ديالنا الثاني ديالنا الثالث والرابع اللي ولينا كنستوكيو فيه السلعه ديال الناس اخرين المهم السلعه ديال كنستوكيوها في الوير هاوس قبل ما توصل هذه المرحله هذه كتكون صيفطي لنا الاوردر مورا ما كتصيفط لنا الاوردر الكول سنتر ديالنا كيتصل بيه تيكونفيرمي مع الكونتيتي كياخذ منه لادريس ما كدير والو من وراها عاد توصلوا كنطبعوها هذه باش ندوزوا للتوصيل الدراري اللي كيميز هاد الوراوس هذا هو الناس اللي خدامين فيه حتى الاداره تبنوا لكم من بعد هو انهم صحابنا لان من 2017 ماشي بحال دابا كبرات التيم ما بقيتش كتعرف حتى شي واحد هادو بحال هادو 20 ماشي حتى سميتو شي من الفاميلي حسبوا من الفاميلي الدراري البروسيس اللي كيتريبيتا كل ساعه كيتبرانتو الاوردرز وكيخرجوا ديك الكميه اللي طبعوا لها الليبلز ديالها كيخرجوها تيحطوها هنايا باش يدوزوا انهم يبداو يدخلوها للبلاستيكات كل اوردر يدخلوا للبلاستيكه ديالو باش يمشي يتصيفط هذا دابا الدراري بحال هاكم هذا هو البروسيس يعني الليبل راه هي هادي تيهز الايتم تيدخلو دابا قلت ليه ديرها بليز بشويه بليز قلت ليه بليز ديرها بشويه تيسد تيهز الليبل بيان سور تيلصقها هذا هو البروسيس الشباب صافي تيحطها باش العشية تجي الشركة الشيبينغ تهز كتجي الصباح كتهز وكتجي العشية كتهز الشاب اللي هنا الدراري درت لهم التبرزيت اليوم قلت ليه سمح لي هانتوما الدراري هاد البلاستيكات هادو دياولنا هادو على حسب الحجم ديال اللايتم كاين حتى الحجم الكبير تنقدو من في الشركه اللي كتقاد الفيديكس في الشينوا هي اللي كتقاد لنا حتى حنا هاد البلاستيكات الشباب اليوم راني برزتهم ما خليتهمش بيك باك وعلى خاطرهم المهم هو البروسيس تاع البيك باك غادي باش من هنا ساعتين عاوتاني الساعه ديال الجوج الجوج عاوتاني تجي الشركه ديال الشيبينغ 9 الصباح والجوج ديال العشيه الشباب دابا شنو كيدير كما تيبان لكم اليوم مر برزتهم ولكن هاني اش كيديروا كيسكانيوها تيسكاني يعني صافي هادي راه مشات خاصها تخرج ديجا كتدخل عند نفس السيستم بلي راه واجده باندينغ واجده باش تمشي تخرج تجيب الشباب جيسون الفيلم ماناجر ولا حاط البروسيس وات ار دوين نو وي دوين ذا فول باك ذا شيبمنت اند ديسباتش اون ذا سيم داي سو وي كان ريتش ذا اند شيبينغ ذا سيم داي يا شيبينغ ذا سيم داي جريت جريت الدراري هنايا في المكتب الاوبريشن هنايا ديال الوير هاوس راه ديجا عرفتوه جيسون في الفيلم انت ماناجر ولا حط كيفاش يدار في الفيلم انت العباد الاوبريشن كامل عند البروسيس كامل لورينزو راه هو السيستيم الانتجريشن مع كاع شركه الشيبينغ الاخرى الاي بي اي انتجريشن اي حاجه بيان سور مع التيم ديالنا في المغرب اللي يقول لكم فين نسيتينا حنايا ولكن هو اللي هنايا فهمتي الكومونيكاسيون مع شركه الشيبينغ هنايا اي حاجه غاده جايه الاي بي اي انتجريشن اي انتجريشن هو بيان سور ذا بيج بوس مستر فيردي
الدوير هاوس ماناجر هذا هو الهيد ديال الهيد راس الكبيرة. شوف ما يمكنش ديرها بوحدك، خصك شي ناس، وهاد الناس كاملين تبارك الله جمعوهم بزاف د الشركات عندهم. احنا الدراري جات وقت الغدا كنتغداو في الارض فوق الكارطون هنا مع الشباب التيم، ماشي زعما غير اليوم الخوت، ديما يوميا، حتى لما كنتش انايا كاين البارتنر ديالي، وبالعكس البارتنر ديالي كاسب كاع الموظفين على هاد اللقطه هادي لانه تيريح معاهم. قريبة الدراري السيرفيسات جو لي بوبليك في شحال من دولة، في بزاف ديال الدول تتجيب سلعتك من الشينوا ولا حنا كنجيبوها لك. الثمن اصلا باش غادي نجيبوه مستحيل تجيب نفس الثمن، كنهزوها من الشينوا كنجيبوها لديك الدولة اللي انت باغي، كتختار في بزاف ديال الدول. هي هذيك كنجيبو لك السلعة ديالك من الشينوا ولا من اي دولة في العالم، الله يجعلها جبتي تجيبها من المغرب ممكن، بغيتي تجيبها من الامريكان ممكن، المهم كنتكلفو لك بالديوانة وكنجيبوها كنستوكيوها لك عندنا السلعة ديالك بيان سور. اشنو الستيب اللي من وراها معلم؟ هي هادي اي سلعه تفطات شارد هادي السلعه ديالك مثلا صافي كتستوكي عندنا ستوكات، كتقول لك كتصيفط الاوردرات للكول سنتر ديالنا هو اللي كيولي كيتصل تيكونفيرمي الاوردر تياخذ لادريس من العامل. كنديروا البيك والباك. شنو هو البيك والباك معلم؟ البيك والباك معلم هادشي كامل نفس السلعه، هادي تقريبا غير هادي ملاحظه عندنا تقريبا شي 5000 وحده من هادي. anyway البيك والباك هو داكشي اللي وريتكم الصباح، كتشز كدار في البلاستيكه كتركب لها الليبل باش تمشي تخرج تصيفط. شوف ساهله وبزاف ديال الدول في العالم كتصيفط السلعه ديالك كنتكلفو لك بالديوانه كنستوكيو على الكول سنتر ديالنا كيتصل بالعامل ديالك كيكونفيرمي الاوردر كنديرو البيك والباك كنصيفطو عليه كناخذو من عنده الفلوس وكنحولوهم لك معلم كلشي وفرنا لك كلشي. الدراري كنوجدو لكم شي حاجه ضاصر. شنو خا يجي حيا يوتيوب او احسن كونت مانجر في العالم شي حاجه ضاصر يوتيوب انتوما الخوت بكل بساطه هاكي تيبان لك الكونت ديالك ملي كتدخل الكونت ديالك تيكون بحال هكا كتكون سميتك هنا كتدخل عندك اوفرز كتكليكي عليها كتهز لي برودوي لي برودوي كيكونوا هنايا كتاخذ اللين كتمشي كدير الاشاره للبرودوي لايف كي كتدخل شي فيزيتور لذاك اللين كيدخل ليه تيبان لك هنا وممكن تكليكي ويبان لك كاع لي ديطاي على لي فيزيتور منين الدوله منين بي سي تليفون واش كلشي من ورا ما كيتسجلوا دوك لي فيزيتور كيطلبوا داك البرودوي تيبانوا لك هنايا من ورا كيتصل بهم الكول سنتر. انت ما تحتاجش كول سنتر، حنا موفرين لك الكول سنتر وكلشي. من ورا ما كيكونفيرميو الليد هذاك السيد اللي تسجل طلب البرودوي كيبان لك هذاك السيد هنايا. من وراها ما كتحتاجش انت تكلف توصيل والشيبينغ وداكشي لا والو، ما انت ما تحتاج حتى شي حاجه. تحتاج شنو؟ تهز برودوي من هنايا وتمشي دير ليه الاشهار صافي، هادشي اللي غادي تحتاج، ما تحتاج حتى شي حاجه اخرى. من ورا ما كيوصل تدير ستوريات تقطعات وما كملتش، انت بكل بساطه هنا الناس اللي جبتي ياك من ورا ما كيكومونديو تيبانو هنايا، تيتصل بهم الكول سنتر ديالنا كيكونفيرمي كياخذ من عندهم لادريسا كلشي كيبانو الناس اللي كونفيرماو العدد ديالهم هنايا. كنصيفطوا البرودوي ليهم تيوصلهم، انت ما تحتاج لا برودوي لا تصيفات لا حتى شي حاجه. كيوصلهم البرودوي كتاخذ فلوسك. ها الفرقه فين كاين؟ هادو الفلوس اللي دخلتيهم وباقي ما خديتيهمش، وهادو الفلوس اللي خديتيهم، وكل جوج سيمانات كيوصلك فلوسك صافي بكل بساطه صافي. وعندك الا بغيتي تكونيكتي مع يوكان، عندك تاجوتي لو دومين ديالك الا بغيتي دير دومين، شوف عندك كلشي. خديتيهمش وهادو الفلوس اللي خديتيهم، وكل جوج سيمانات كيوصلك فلوسك صافي بكل بساطه صافي. وعندك الا بغيتي تكونيكتي مع يوكان، عندك تاجوتي لو دومين ديالك الا بغيتي دير دومين، شوف عندك كلشي. انت الدراري من الصباح من 8 الصباح كتمشي للبيرو معلم وما كتخرجش معلم حتى ل 8 ديال الليل. دابا 8 الا ربع خارجين فين للدار نريحوا شويه والناس. الدراري البنات بزاف راه بزاف ديال الميساجات ديال خويا السيمو، بغينا نبداو فين نمشي نتسجل باش نكليكي على اوفرز وناخذ البرودوي ونمشي نبدا الاشهار بزاف، ولكن بليز
بليز ستوري الجاي. الدراري البنات احنا صراحة باقين فترة تجريبية، احسن ما يمكن تدير في هاد الفترة التجريبية هي تسجل في maroc.com وتسنى نوتك. كنصيفطو نفس داكشي اللي كنا درنا ليوكان، كنصيفطوه ليوكان 100 الناس، دابا كنصيفطوه 50 ب 50، لان بزاف ديال الشباب باغي يخدم ولكن مسكين ما عندوش راس المال، ما عنده حتى شي حاجة، ولا عنده شي راس المال صغير الله باش يدير ايجار، ما عندوش باش يشري برودوي ويهزو من دولة لدولة او شيبين، وما عندوش باش يدير كول سنتر. حنا كنوفروا لك هادشي كامل، سل ليا ونسير دير ليه ايجار. ارى لك دابا واحد الفئه اللي ديما كيوصلوني ميساج منها ديال خويا السيمو ما عارفش انا برودوي، ما عنديش راس المال، ما عنديش خوت، راه عينا ما نفكروا واد الحل، وحنا غادي نحطوا لي برودوي، انت كتهزي ليا وكتمشي دير اشهار بعتي كتخلص مبروك. الا كان عندك البرودوي ديالك ولا حنا نجيبوه لك من الشينوا، حاليا هذا السيرفيس ديجا خدامين فيه وكاين في بزاف ديال الدول في العالم، وغادي نطلقوه للناس بابليك هكا في شهر 3، يعني شهر 3 ممكن تسجل جيب برودوي ديالك ولا حنا نجيب اللي بغيتي. دابا حاليا خدامين مع ناس محدودين، ولكن شهر 3 اي واحد مرحبا به، جيب السلعه ديالك نجيبوها لك، ندوزو لك الديوانه نستوكيوها لك، صيفط الاوردر نكونفيرميو لك بالكول سنتر ديالنا، نحطوه في الباكيه نوصلو ناخذ الفلوس ونجيبوهم لك. الا كان عندك شي برودوي باغي تحطو في بزاف ديال الدول وتبيعو نعاونوك، ما عندكش برودوي باغي تجيبوه لك من الشينوا ندخلو لك دوك الدول وندوزو لك الديوانه ونستوكيو، وملي يجيك الاوردر ما تحتاجش الكول سنتر، عندنا الكول سنتر اللي غادي يكون كلشي غادي نديرو لك مع تالزي، نتكلفوا لك بالديوانه نهزو ديك السلعه نديوها للوير هاوس ديالنا نستوكيوها، وقت ما جاك شي اوردر نهزوها نديروها في الكارطونه نطبعوا سميه العميل ديالك نلصقوها ونصيفطوها ليه ونوصلوها ليه وناخذوا منه الكاش ونجمعوه ونصيفطوه لك. نتكلفوا لك بالديوانه نهزو ديك السلعه نديوها للوير هاوس ديالنا نستوكيوها، وقت ما جاك شي اوردر نهزوها نديروها في الكارطونه نطبعوا سميه العميل ديالك نلصقوها ونصيفطوها ليه ونوصلوها ليه وناخذوا منه الكاش ونجمعوه ونصيفطوه لك. المهم الخوت هو حنا ولا التخصص ديالنا هو نحلوا المشاكل ديال الناس ديال الاي كوميرس، امتي من غير هادشي راه ديجا باقيين خدامين على البروجي ديال السلعه تدخلها في بزاف ديال الدول، جيبوها لك من الشينوا ندخلوها لك بزاف ديال الدول، حنا نتكلفوا لك بالديوانه. وصراحه الخوت كاين بزاف ديال الناس بحال بزاف 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 اكثر ما تتخيل ديال الناس بحال هكا، حنا بوحدنا ما نقدروش هاد الخصائص اللي كاين ما نقدروش نغطيو، كنتمناو يطلعوا ثاني شي رجال وحدين اخرين حتى هما يخدموا ويعاونوا. الخوت الا كان عندك البرودوي راه شهر 3، الا انت عندك البرودوي عندك راس المال باش تجيب البرودوي شهر 3 حنا طالقين السيرفيس البيبليك اي واحد، ولكن هذا السيرفيس ديال ما عندكش البرودوي باقي فتره تجريبيه وغادي نشرح لكم شنو جاي ان شاء الله. اراك الاخوان السيرفيس الثاني اللي هرس برودوي سير دير ليه الاشهار بعتي اجي تاخذ فلوسك، هذاك باقي فتره تجريبيه وباقيين غاديين بشويه وكنكسبتو حاليا الناس المقربين ديال الثلاث راه شي مشكل كاين بونا ما كنكسبتوش الناس بزاف، لان الاخوان ما يمكنش تجي تطلق شي سيرفيس من هذا الحجم هذا وهي تجي تطلقوا ويطراو المشاكل للناس غادي تحاشم معاهم، عليها بالتالي كنجربوها مع الناس المقربين. شهر 4 الاخوان واحد شهر 4 اوفيسيال غادي نطلقوه، ولكن صبر باش نوضح، واحد شهر 4 الخوت غادي نطلقوه ولكن الاسبقيه الناس ذوي الاحتياجات الخاصه، لانه مسكين هو اللي ما يقدرش يدي بلاصته يشري البرودوي ويجي يحطو يبيعو، علاش اخويا؟ بالعكس الناس ذوي الاحتياجات الخاصه هما اللي عندهم الاسبقيه. واحد الحاجه الاخوان انا والبارتنرز ديالي هي ان شاء الله غادي نحلوا ايكول في خميسات، وغادي نحلوا ايكول في مراكش وايكول في اكادير وشي بلايص اخرى حنا اللي غادي نختاروهم وعارفين علاش غادي نختاروهم في دوك المدن، وغادي يبداو يقريو كيفاش تجيب ايكول الاخوان كتدخل لها شهر فابور ها نمشيو نشدو فابور صافي فابور اخو، حنا ما محتاجينش الفلوس، حنا ما محتاجينش الفلوس، وملي كتبيع انت راه حنا كنتقسموا الربح، يعني فهمتي انا باغيك تنجح فاك الدراري على مستوى. دابا كتولي كدوي وكترد البال مع هضرتك وكيفاش تجي اولها لاخر، لا الخوت ايكول ما تنبيعوش الطوارات، وما عنديش الخوت مع الناس اللي كتبيع الطوارات وكنتفادو اجي نرجع ندوي على هاد الناس اللي كيبيعوا الطوارات حتى هما من بعد، خلينا الخوت حتى الاخر غادي ندوي على هاد الناس اللي كيبيعوا الطوارات حتى الاخر، ولكن ليكول اللي غادي نديرو حنايا اكادير خميسات باقي المدن المغربيه قلال ماشي اكادير خميسات هما اللي سير داكشي الاخر كامل فابور يكون فابور. هاد لي زيكول هادو كيخرجوا دفعه كل شهر الله يجعل البركه، كيقريو حنا غادي نبداو ب 40 الناس لان خاصنا نطوروا البروغرام ديالنا، غادي نبداو ب 40 ما يمكنش نقول لك 100 غادي نبداو ب 40 في كل ايكول كيجيو كيقراو لخر الشهر كيمشيو يخدموا.
فابور كتجي كتقرا في البديه ديال كل شهر، النهايه ديال كل شهر كتكون فاهم كيفاش تجيب لي فيزيتور كذا. صافي تنحطوا لك في الكونت ديالك لي برودوي، كتمشي كتكليكي كتهز برودوي كتبدا الاشهار بعتي كتخليك المبيعه. فابور كلشي فابور، حتى كنت كنحيو لك فابور كلشي فابور كلشي فابور الاخوان. ما تنبيعوا لا دوره لا حتى حاجه، لي كل ما كتخلصش منك ما كنحلو لك كونت فلوس، كلشي فابور. انت كتبيع كتربح فلوس، حنا كنربحوا حتى كتربح انت، الا ما ربحتيش انت ما رابحينش حنا. دونك الهم ديالنا تربح انت. عارف الخوت كاين بزاف ديال الناس مستعدين يخلصوا $1,000 و$2,000 و$3,000 و$5,000 باش يجيو يقراو، ولكن لا، حنا محتاجينش الفلوس. حنا راه بحال قلتي كتحل واحد الاشكاليه ديال واحد كنا ما خدامش وخليتيه يخدم يدير شي حاجه في حياته. الخوت راه ماشي الفلوس، راه عارف راه ممكن نحلوها بالفلوس وغادي يجيونا الفلوس، ولكن حنا ما محتاجينش الفلوس. انا ما تندير بالفلوس، انا اصلا كندوز نهار كامل في البيرو مليونير، انا كنوض طريح في البيرو كنمشي كنتغدى وكنرجع للبيرو كنجي للدار، فين نخسر هاد الفلوس؟ يعني اشنو غادي دير بفلوس فوق فلوس؟ الفلوس كتستعملهم بحال هكا كان انفيستيو في الديفلوبمون في لي برودوي كذا، ولكن تخيل معايا واحد خونا ما خلصتك ما والو خليتيه يخدم، عرفتي كي تحس؟ حليتي واحد المشكله ديال واحد السيد، عرفتي كي تحس؟ بزاف ديال الناس عندهم بزاف ديال المشاكل، كيفاش ندخل شي سلعه لشي دوله الديوانه، فين غادي نحطها، فين غادي نوصلها، شكون اللي غادي كونفيرمي الاوردرات، شكون اللي غادي يوصلها للعام، شكون اللي غادي يخلص الفلوس؟ كتجي انت كتحليه المشكله كي جا. هاكا الخوت عموما كيداروا الفلوس، واحد السيد عنده مشكله كتعطيه انت الحل صافي، هاكا كيداروا الفلوس. بحال انت ملي تمشي تبيع داك البرودوي، داك البرودوي راه كيجي تيشري واحد السيد لانه عنده مشكله، كتبيع ليه داك البرودوي باش كتحل ليه ديك المشكله، هاكا كيداروا الفلوس. كما قلت الخوت زعما الا جينا نديروا تسجيله في ليكول ب $5,000 عارف كاين ناس غادي يخلصوها وتايجريو وغادي يكون الصف، ولكن لا لا حنا محتاجينش فلوس، حنا محتاجين داك كون ينجح باش يحس انت راك درتي شي حاجه. زعما بحال نفس الشعور اللي كنعيش يوميا ملي كندخلوا الشركه يوكار وتيبان لك الداشبورد هاكا الاوردرات كيدخلوا واحد 3000 4000 مغربي هادشي بلا ما ندوي على الدول الاخرى خدامين، وتيدخلوا الفلوس بسبب داكشي اللي صنعتي انت، عرفتي كي كتحس؟ هادشي ديجا كان الخوت واحد الشعور ما كيتشراش لا بمليار لا عشرات المليار، انك ساعدتي بنادم وجيب لك داك بنادم قدر يدير شي حاجه. غادي انت في الشارع وقفك واحد جبد لك لابليكاسيون ديال يوكار وراك شحال مدخل اليوم وهاد بزاف الخوت، هاد الشعور ما كيتشراش بالفلوس شي حاجه. وملي كتكون غادي في الطريق وتوقفوا عليك الناس يقول لك خويا السلام عليكم، خويا السيمو الله يحفظك الله يرحم لك الله يرحم لك الوالدين، بسببك درت واحد جوج ثلاثه، واخا انا ضد هذا بسببك لان بسبب الخدمه ديالو، لان انا هي وريته اش يدير، هو مشى خدم قليل كيمشي يخدم، وهذاك السيد مشى خدم. الخوت بالرجوله واحد الشعور ما كيشريوش الفلوس، الله يجعلك تكون بليونير تريليونير، دابا راه طلعوا التريليون ما تيشريوش الفلوس. كيبان لك واحد خونا ساعدتي ودار شي حاجه وماشي خونا 1000 2000 وان شاء الله بغينا اكثر. المهم الخوت رجعوا للنقطه ديالنا، ليكول ان شاء الله رسمي غتكون في اكادير ومراكش، وغادي نزيدوا بلايص اخرين، وغادي نبداو غير بفوج ديال 40، كيبدا في الاول الشهر كيسالي في الاخر الشهر كيتعلم كيمشي باش يجي فوج اخر 12 صفر فوج في العام ما كاينش وقف. انا عارف الخوت 40 ما كافياش، و40 ديال الناس قليله بزاف، ولكن راه هادشي اللي عطى الله في البدايه 40 حتى نطوروا المقرر، ويقدر ديك الساعه ندوزوا ل 100 100 في كل فوج ونحلوا ان شاء الله في مدن اخرى، ولكن تنطوروا المقرر. علاه الخوت كنبقى كندوي بالعلالي وكنبارطاجي كلشي ويلاه غير ديروا شي حاجه، دوك الناس اللي كيصحابوا راسو راه كينافسك، تيصحابوا راس السوق يصغيروا انت ويا اللي مضاربي كتمنى بالعكس انت ما كرهتيش تقول الله يرحم لك الوالدين، لما هي جيت انت دخل للسوق ودير شي حاجه. اجا صاحبي انا مرحبا بك، راه السوق كبير وكاين واحد الخصائص كثير، راه ما نقدروش نغطيو حنا وما يقدروش يغطيو 10 منا، وما دابينا انت تلتحق وتكون راجل ودير شي بلاتفورم وتخدم وتسكت وما تبقاش عاطي الهضره ودوز. وكاين بزاف ديال الدراري عندهم بوتونسييل في هاد البلاد هاد، ولكن للاسف ما كيخدموش ما كيطوروش وتيبغي يخدم بوحدو، واكبر حماره هي تخدم بوحدك. حاول تجمع بزاف ديال الناس معاك وخدموا وحاول تعاونوا عباد الله وديروا شي حاجه وحركوها كاملين. اخر حاجه نجي لها الخوت هي الناس ديال الدوره اللي تيبيعوا الدورات وكيبغيو ترزقهم الدورات، يبقاو تيقولوا للناس راه غادي دير الفلوس يشري من عندي الدوره وتعلم الاي كوميرس، هو اصلا ما كيديرش الاي كوميرس. انا شخصيا الدراري ما عندي مع هادو حتى مشكل، وما تيشكروا لي حتى مشكل وما عنديش معاهم مشكل، والا كنتي شي واحد من هادو راه عارف ما عندي معاك حتى مشكل. والا لاحظت هاد القضيه هادي بزاف منهم كيبغيو يتلاقاو بيا تيدوزوا عن طريق صحابي ديال لاكيني مع السيمو كنسد. عرفتي علاش كنسد؟ تفاديا للمشاكل، راه ما عنديش مشكل معاك، معاك ما عنديش.